مساء الخير، ها نحن نعود إليكم مع هذا الفصل الجديد من كتاب الأغاني الثاني، بعد أن كان أبو الفرج الأصفهاني قد نشر كتابه الأغاني منذ 1000 عام ووثق فيه لحياة أعلام الغناء العربي وللأصوات 100 المختارة حتى زمانه. نحن في هذه البرامج نسير على نهج كتاب الأغاني، نوثق لحياة الأعلام ونوثق الأغاني. في مسار توثيق حياة الأعلام قدمنا برنامج عبد الوهاب مرآة عصره وبرنامج أسمهان، وفي مسار توثيق الأغاني قدمنا المجموعة الأولى من حلقات برنامج نهج الأغاني الذي نسعى عبره للوصول إلى الجدول الثاني لأهم 100 عمل غنائي عربي مما اختزنته الذاكرة العربية حتى نهاية القرن العشرين. ولكن بالتوازي مع هذه البرامج نحن نقوم بالتوثيق، نحن نوثق حياة أعلام الغناء العربي الآخرين. نحن نوثق حياة وفن السيدة أم كلثوم والأستاذ محمد القصبجي والأستاذ رياض الصنباطي والأستاذ بليغ حمدي، الأستاذ عبد الحليم حافظ، الشيخ زكريا أحمد، الشيخ سيد درويش، الأستاذ كارم محمود. نوثق أيضا للسيدة فيروز والأستاذ وديع الصافي والشيخ عمر البطش والشيخ علي الدرويش والأستاذ صباح فخري والشيخ ميز ترنان والشيخ أحمد الوافي والأستاذ محمد عبده والأستاذ طلال المداح، والقائمة طويلة. نوثق لحياة أعلام الغناء العربي، نوثق لما كتب عنهم، للأغاني التي قدموها والأفلام التي مثلوها. نوثق كل هذا في الحاسوب أداة العصر، ونشكل قواعد للبيانات ستكون بالنتيجة بنكا لمعلومات الموسيقى العربية. ولكن بعد برنامج نهج الأغاني في مجموعته الأولى وبعد أسمهان كان هناك سؤال: من أعلام الغناء العربي سيحقق الفصل القادم؟ وهنا كانت إجابتان توافقتا بالصدفة. أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني عندما وثق لإسحاق الموصلي ولوالده إبراهيم الموصلي وضعهما في جزء واحد من كتابه الأغاني وفي فصلين متتاليين، مع أنهما كانا من جيلين مختلفين ولكنهما تعاصرا. وهنا والمنطق يحكم الأشياء، قال أبو الفرج: لا شك أن الابن أخذ عن والده. وهنا من بعد أسمهان يأتي؟ أليس الأستاذ فريد الأطرش؟ الأستاذ فريد الأطرش شقيق أسمهان، تعاصرا 24 عاما، ثم غابت أسمهان وبقي فريد الأطرش وحيدا.